أهلا بكم سادة المشاهدين في هذه الحلقة من جدل العراقي. غياب السيادة والصراعات الداخلية، الأمم المتحدة تدق جرس الإنذار. كما يقول المثل العراقي، أم حسين كانت بوحدة صارت باثنين. يعني غابت السيادة في الفترة الماضية، نتلقى القصف من الجميع، عبالك حايط نصيص. الصراعات الداخلية دخلت على الخط اليوم فوق الحمل علاوة. الأمم المتحدة دقت جرس الإنذار بالعراق. رحبوا معي بضيوفي في هذه الحلقة، كل من الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عمر الناصر من استوديوهاتنا في بغداد، ورحب أيضا بالمحلل السياسي الأستاذ رمضان البدران ينضم معنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. أبدأ أولا مع الأستاذ عمر الناصر. مساء الخير. انتهاكات للسيادة لا تنتهي، حدود العراق يبدو ضايعة، يعني بين من يحاول إثبات سيادته على أرضنا، يعني هو يحاول أن يثبت سيادته وقوته بس مو على قاعنا، هاي شلون بيها؟ بداية شكرا جزيلا أستاذ أنس على الاستضافة، وشكرا للضيف الكريم لتواجده معي في هذا اللقاء. ونشجب ونستنكر الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في الأيام الماضية، على اعتبار بأنه هذا هو جزء من مسلسل خرق السيادة العراقية التي بات من الضروري جدا أن يكون القائمين على هذا المفصل لديهم القدرة الحقيقية على أن تكون الإرادة السياسية في المرحلة المقبلة هي الفيصل في اتخاذ القرارات المصيرية. المشكلة الأساسية سيدي الكريم، جميع الحكومات المتعاقبة لم تستطع أن تذهب إلى إيجاد حل نوعي لملف الجماعات والحركات المناوئة للنظام الإيراني، بالإضافة إلى حسم ملف حزب العمال الكردستاني البيكيكي الذي قد أرق الجانب العراقي ودول الجوار منذ التغيير عام 2003. هنالك جزئية مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهي لماذا لا يوجد هنالك حسم حقيقي لهذا الملف على غرار ملف مجاهدي خلق الذي سار بانسيابية عالية، وكانت هنالك حوارات ومفاوضات مع دول الجوار من أجل إجلاء هذه المنظمة من العراق، وقد تم هذا الأمر بسلاسة. ما هو السر الذي يكمن خلف بقاء حزب العمال الكردستاني وبقية الحركات المعارضة في داخل الأراضي العراقية؟ أنا أعتقد بأن لليوم أصبح مثل هذا الملف هو ملف سياسي بامتياز، وقد بدأ يؤثر على علاقاتنا مع دول الجوار الذي هو ركن أساسي وجزء لا يتجزأ من إقامة العلاقات والمصالح المشتركة، التي هي ربما بدأت في طريقها إلى التصدع. كل شيء اليوم أصبح في العراق مباح للأسف الشديد. لا يوجد هنالك اكتراث من قبل القائمين على هذا المفصل على أن تكون الدماء العراقية وأن يكون الصوت العراقي هو والجسد العراقي هو من أقدس المقدسات التي علينا الذهاب إليها في الأيام المقبلة. جميعنا نعلم بأن هناك تحديات إقليمية ودولية هي التي تفرض نفسها على أرض الواقع، وأنا أعتقد أن إحاطة السيدة جنين بلاسخارت هذا اليوم هي من أخطر الإحاطات التي قدمت في على تاريخ منذ تاريخ 2003 ولحد الأيام الماضية. أتفق معك تماما. هناك ثلاث عبارات قد جاءت في هذه الإحاطة: نحث وندين وندعم. نحث الطبقة السياسية على الذهاب بحوارات نوعية باعتقادي، وندين القصف المستمر على الأراضي العراقية وعلى كردستان العراق، بالإضافة إلى النقطة الأخرى التي هي ندعم استمرار الجهود من أجل استقرار العراق، ولكن كل ذلك هو لن يتحقق
إذا لم تتواجد هنالك رؤية حقيقية ما بين صناع القرار في المطبخ السياسي على الذهاب بمشهد سياسي حقيقي مرضي للجميع. الجميع يعلم بأن مثل هذه النقاط التي جاءت في هذه الإحاطة هي مختلفة تماماً على التي رأيناها في الإحاطة السابقة، وربما كانت الإحاطة الأولى هي بمثابة مؤشر حقيقي ورسائل ومؤشرات وإشارات. نعم. الطبقة السياسية القابضة على السلطة إلى حوارات نوعية وجدية. كل النقاط التي نقاط خطيرة، وأنا أعتقد كانت من أخطر النقاط التي ذكرت في هذه الإحاطة هو لا يوجد هنالك جدية بما معنى أو غير أو الطبقة السياسية غير قادرة على حسم الأزمة الحالية فعلاً. وحل مشكلة الانسداد السياسي. فعلا كان نقدا لاذعا. أنتقل للأستاذ رمضان البدران، أرحب بك سيدي الكريم. أستاذ عمر تساءل أين صناع القرار من كل ما تكلم عن هذا أولا. ثانيا انتهاكات السيادة يعني لا تنتهي، لكن هنالك صراعات داخلية تقودها عشائر، ميليشيات، سلاح منفلت، أصبحنا في غابة وافتقدنا إلى مدنية بعض الحواضر العراقية، بغداد، الناصرية، البصرة. آخر شيء البصرة البارحة، بصرتكم، بصرتنا ما عذبت محب، لكن للأسف تعذبوا أهلها، ما ذنبهم؟ ما الذي يجري في البصرة؟ نعم، تحية لجنابك أستاذ أنس والأخ الضيف والمشاهدين الكرام. طبعا ما يجري في البصرة هو ربما نتاج مركز لكل الوضع العراقي. البصرة منذ 2003 كانت هدف بكثير من الميليشيات القادمة من إيران خصوصا، وإضافة إلى ميليشيات أخرى تشكلت في الداخل عبر الزمن، كلها استهدفت المنافذ الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية في البصرة. واستطاعت عبر الزمن أن تبني لنفسها يعني أعداد وأتباع وسلحتهم ودربتهم وأصبحوا أذرع اقتصادية ومافيات اقتصادية عبر الزمن. ثم يعني عبر الزمن طبعا هذه الميليشيات تطورت ووصلت إلى يعني ناصية العناوين السياسية ووصلت إلى البرلمان قسم منها، وبعضها لا زال موجود بشكل شاخص في العراق. ثم طبعا هذا يعني نشر السلاح بالإضافة إلى السلاح الموجود لدى العشائر أصلا، ولكن سلاح العشائر في طبيعة السلاح منضبط، لأن الذي يحمل السلاح باسم العشيرة يحملها مسؤولية، وبالتالي العشائر حتى وإن كانت مسلحة هو سلاح منضبط إلى حد. المشكلة بأن يمتزج سلاح العشائر بالسلاح الميليشياوي أو السلاح المسيس، هنا تظهر المشكلة معقدة أكثر. هاي تحتاج شرح. هاي تحتاج شرح أستاذ رمضان إذا تسمح لي، هاي تحتاج شرح شوية وشوية أنثروبولوجيا يجوز بالموضوع إذا أمكن، يعني توضيح حري. ممكن طبعا إن شاء الله. طبعا الوضع في يعني في البصل، المجتمع البصري أيضا يعني أصبح ذو كثافة سكانية عالية جدا، وطبعا هذه الكثافة السكانية العالية كلها جاءت غيرت من طبيعة المجتمع، التزاحم على المصالح في داخل المجتمع، كذلك يعني الجهات التي جاءت يعني من خارج الحدود في ذلك الوقت عملت على تنمية البعد العشائري، الكثير منهم تبنى بعض العشائر دون أخرى، وبالتالي هذه العملية جعلت هناك هجين جديد في المجتمع البصري، هو بين يعني مجتمع مسيس ومجتمع ميليشياوي، والتضخم السكاني الهائل جراء الهجرات الكبيرة طلبا للعيش طبعا وطلبا للقمة العيش أو البحث عن فرص العمل. طيب. هذه الميليشيات عندما جاءت منحت فرص عمل كثيرة لأناس كثيرين ربما أيضا من خارج البصرة، هؤلاء الجماعات جاءوا إلى البصرة وجاءوا بعوائلهم عبر الزمن، كبروا أولادهم طبعا، هذا التشعب وهذا يعني نقول يعني زيادة الأعداد في السكان مع بدايات سياسية، وهذه طبعا زادت من تأثير الوضع السياسي في داخل البصرة، وأصبحت
الوضع السياسي ينتقل عبر الميليشيا وعبر المافيا الاقتصادية إلى العشيرة والنسيج المجتمعي. هذا كلها الخلطة طبعا تركزت في البصرة بسبب يعني مصادر المال ومصادر المصالح التي فيها ممزوجة كما قلت بالميليشيات والمافيات، ثم امتدت إلى البعد العشائري، وثم جاء الحشد الشعبي طبعا الذي تعرف أنه أكثر من 70% من منتسبين لهم هي البصرة، وكلهم ذهبوا على شكل عشائر وانخرطوا كلهم العشائر، كل العشيرة انخرطت في لواء معين، وهذه الألوية طبعا أصبحت في النهاية كثير منها تحت عناوين الميليشيات، وبالتالي هذا طبعا انعكس مرة أخرى على أن العشائر بدأت عشيرة دون أخرى، يعني كل عشيرة تنتمي أو ترتبط مصالحها الأمنية في ظل الانفلات الأمني بميليشيا معينة. كل هذه التداخلات طبعا تجعل هناك احتقان كبير ومزيج خطير بين السلاح وبين النظام المجتمعي وبين نظام الميليشيات وبين يعني الصراع السياسي الدائر في داخل البلد. فالبصرة نعم، وتساؤلي هنا يعني أين البصري؟ أين المواطن البصري إذا كان هذا النازح منذ فترة قريبة أو القادم إلى البصرة منذ فترة قريبة يغير في هيئتها بهذه الطريقة؟ هذا يقتل المدنية، هذا أولا. ثانيا، أي الصوتين أعلى، صوت الجهة المسلحة أم صوت العشيرة؟ من يعمل لدى من يعني؟ هذه نريد أن نفهمها. طبعا السؤال الأول، أين البصري؟ البصري طبعا شيء لا يا عراقي، إنسان يبحث عن السلام، والوضع البصري سابقا كان وضع غير عالي الكثافة، فالناس كلها يعني تسكن في بساتينها أو في بيوتها أو في مناطق المستقرة، وبالتالي يعني لا نجد هناك يعني دوامة عالية من العنف أو التوتر بين أفراد المجتمع. لكن الهجرات التي جاءت، وطبعا لها الحق في البحث عن فرص العمل في أي مكان في العراق، ولكن مشكلة أن هذه الإجراءات لم تزيد العدد السكاني فقط بما يجعل لأهل البصرة كلمة ثانية، وإنما جاءت يعني بقوة الدولة وتحت يعني وظائف وجزء من الدولة وجزء من أجهزة الأمن وجزء، وبالتالي امتلكت فوقية في القرار والسيادة على المجتمع البصري المدني اللي معظمهم كانوا يعملون في معامل يعني البتروكيماويات والكهرباء والحديد والصلب والورق، فمعظم النسيج البصري كان يعمل في الأجهزة المدنية للدولة، ولكن هذه التوليفة التي تضخمت بعد 2003 كانت معظمها في الأجهزة الأمنية وفي الميليشيات وفي ما شابه ذلك. هذا طبعا خلق فجوة كبيرة. هذا لا يعني أن أبناء البصرة ليسوا جزء من هذه الميليشيات أو لا، هم أيضا جزء منها، ولكن الحديث هنا ليس عن البصري والمهاجر بقدر التغيرات المجتمعية التي تأثرت كثيرا بالنظام السياسي والميليشياوي والمسلح إلى حد كبير في ظل ارتفاع الممارسة الديمقراطية والانتخابات، إن العشائر بدأت تتحول إلى مكائن انتخابية ثم مكائن مسلحة ثم مكائن عقائدية. هذا الخلط الهائل والكبير هو الذي يعني يدخل في البصرة دون سواها كما قلت في البداية بسبب تراكم المصالح وتزاحم المصالح المالية والمصالح الكبيرة في البصرة. طبعا، وهذا يأخذني إلى تساؤل أذهب به إلى الأستاذ عمر الناصر. أستاذ عمر، هل انعكس صراع الإطار والتيار مباشرة، الإطار والتيار هل انعكس صراعهما على المجتمع وخلق صراعات جانبية داخل بعض المدن، أعني البصرة الناصرية في بعض مناطق بغداد؟ يعني بالطبع هو كل شيء مرتبط بشيء. اليوم الجميع يعلم بأن في داخل البيت الواحد يوجد انقسام، أحد أفراد العائلة لديه توجهات باتجاه الإطار، والأخ الآخر لديه توجهات باتجاه التيار، بالإضافة إلى الانقسام المجتمعي الذي بدأنا نراه في الأيام الماضية. اليوم المشكلة يا سيدي الكريم هي مشكلة مركبة اجتماعية سياسية ثقافية، وأنا أعتقد بأن المشكلة السياسية هي من وظفت بطريقة مباشرة غير مباشرة من خلال الجمهور المحتكر للقوى السياسية ذهبت باتجاه شق عصا الرأي العام. نعم، للأسف الشديد اليوم الطبقة السياسية فشلت في أن تذهب إلى ترميم النسيج المجتمعي
وأنا أعتقد بأننا كلما تأخرنا بتشكيل الحكومة، كلما ذهبنا إلى انقسامات جديدة ربما سوف نشهدها في الأيام القادمة. والدليل على ذلك بأن إحدى النقاط التي ذكرتها السيدة جينين بلاسخار في إحاطتها، ذكرت بأن الطبقة السياسية تغض الطرف عن حاجات الشعب، والفساد كان هو جزء لا يتجزأ من الواقع السياسي المزري. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن يكون لدينا قرار داخلي وإرادة سياسية حقيقية نذهب من خلالها لتفعيل كل مواثيق الشرف التي عقدت بعد عام 2003. نحن بحاجة اليوم إلى قنوات حقيقية لتصريف الضغط الناتج من عمق الأزمة السياسية. نحن بحاجة إلى فواعل نوعية تدخل المفاوض والوسيط الحقيقي، الذي أنا باعتقادي وبقرارة نفسي هو سبب في تأزم الأزمة الحالية. نعم، نحن لا توجد لدينا أي مبادرات نوعية يمكن أن ترتقي إلى مستوى الطموح. جميع المبادرات التي طرحت في السابق هي كانت مبادرات كلاسيكية، وأنا أعتقد هي كانت فقط من أجل إلقاء الحجة. إنهم لا يسمعون إلا لصوت أحزابهم، اليوم لا يسمعون إلا لصوت أحزابهم ومستشاريهم والمحيطين بهم والذين يأخذونهم دائما. وصلنا إلى نقطة حقيقية من تمكين القرار السياسي العراقي. لأنهم لا يسمعون إلا لصوت أحزابهم، لا يسمعون إلا لمحيطهم، لا يسمعون إلا لشيخ العشيرة التابع لهم، وكأنهم مستشارون فعلا. لكن بلاسخر ذكرت مسألة أستاذ عمر، قالت تشكيل حكومة فاعلة تعد الخطوة الأولى للخروج من الأزمة الحالية. هل تعتقد أن بلاسخر هنا تدعم حكومة الإطار القادمة، أم أنها تتكلم عن حكومة أخرى؟ هنالك نقطة مهمة جاءت أيضا بهذا الموضوع، والتي أيضا لها ربط مباشر بموضوع دعم حكومة الكاظمي في إجراء حوارات بناءة من أجل الخروج من عنق الزجاجة، وهي ذكرت بأن العراقيون فقدوا الثقة بالقادة السياسيين، وهذه أخطر نقطة باعتقادي جاءت في الإحاطة، على اعتبار بأن الثقة هي التي تبنى عليها الانتخابات، وإذا لم توجد هنالك ثقة لا توجد هنالك انتخابات حرة ونزيهة. هذه هي نقطة جوهرية ينبغي الالتفات إليها بحرفية، وأنا أعتقد بأن السيدة بلاسخارت هي على يعني على مقربة من صنع القرار السياسي، وقد التقت بالكثير من السياسيين والمسؤولين وصناع القرار، وكانت على علم بالطبخات السياسية التي تجرى خلف الكواليس. ولكن هل تكون هذه الإحاطة ربما جرس إنذار وناقوس خطر قد يؤدي إلى تدويل الأزمة في المستقبل القادم؟ أنا أعتقد بأننا قد وصلنا فعليا إلى نهاية العمر الافتراضي للمساومات السياسية، وبدأنا نستشعر بأن القادم هو يحمل من السيناريوهات الخطرة والمرعبة ما يكفي لأن نقول عنها لا تسمن ولا تغني من جوع. تصديقا لكلامك، كل ذلك مرهون باعتقادي بشكل الحوارات النوعية ومدى جدية القائمين على مفصل القرار السياسي الداخلي في العراق في حل الأزمة الحالية. نعم، خذ تصديقا لكلامك. بلاسخارت قالت ابقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية. أعود للأستاذ رمضان من جديد. أستاذ رمضان، ايضا هنالك ناقوس خطر اخر دقته بلاسخارت، وطبعا هذا راح يدخل الشعب انذار. قالت وبما انك ايضا ضليع في الاقتصاد، الانفاق الحكومي سيتوقف نهاية العام في حال عدم اقرار الموازنة. يعني بعد شهرين الحكومة ما يظل عندها انفاق. شنو السبب وليش ووين الحاجة للموضوع؟ يعني أن أوقف الإنفاق الحكومي وأنا بعدني أبيع نفط وعندي فلوس وصلى الله وبارك. طبعاً الإنفاق الحكومي إنه مرتبط كل قرارات الاستثمار وخطط الاستثمار وخطط الإنفاق بالموازنة، والموازنة في العراق في يظل نظام نيابي ونظام ديمقراطي يقرها البرلمان ليمنح الشرعية باسم الشعب
الى الحكومه للتصرف بالمال العام. زين، اذا ماكو ممثلين للشعب يعني يمنحون الشرعيه للحكومه بالتصرف للمال العام، الحكومه لا تستطيع التصرف. ولذلك هو في الدستور عندما يعني يطرح الدستور فكره انه رئيس مجلس الوزراء يقدم رئيس الجمهوريه طلب بحل البرلمان، لانه يريدون السير بالبلد نحو يعني نحو ادارته، وبالتالي اما ان ياتي برلمان يقيلهم او ياتي برلمان يبقيهم، ولكن الحكومه تحتاج دون الى غطاء شرعي. فتوقف البرلمان عن العمل، عدم تشكل حكومه جديده، يمنع يحرم الحكومه من الوصول الى المال وان كان متوفر، ولا يمنحها الشرعيه في الوصول الى المال الا عبر البرلمان. هذا طبعا له علاقه مباشره، يعني قانون الامن الغذائي الذي اقر، نعم وفر سيوله للحكومه للمناوره في بعض الجوانب، طبعا الرواتب مستمره والموازنه التشغيليه مستمره، ولكن نحن نتحدث عن هذه تسد فقط تكاليف التشغيل ورواتب الموظفين، اما السوق في العراق يتوقف عن الانفاقات الاخرى، وبالتالي هذه توقف الانفاقات الاخرى من الحكومه سوف يؤدي الى ركود، سوف يؤدي الى انكماش في السوق، وبالتالي يزيد من خط الفقر، لان الكثير سيفقدون فرص عملهم او مدخولاتهم تتردى الى الدرجه انه يصبحون عاجزين عن سد متطلبات العائله. وطبعا هذا ما سينتج ازمه اقتصاديه على صعيد المواطن، ثم ترتقي هذه الازمه الى صعيد المجتمع ثم على صعيد الدوله. اذا ما تقول به بلاس خارت ان هناك نقص تشريعي يحرم الحكومه من الوصول الى المال، وبالتالي الازمه القادمه ستكون تضاف الى الازمه السياسيه ازمه اقتصاديه في الواقع العراقي، سوف تعقد الامور وترفع المتلقى. نعم، الامم المتحده عن ماذا تبحث استاذ رمضان؟ تبحث عن دعم الحكومه الحاليه حكومه الكاظمي، ام تريد ان تدعم حكومه السوداني، ام انها تتكلم عن حكومه اخرى؟ التلميح بالتدويل ذكره الاستاذ عمر الناصر، انت ماذا ترى؟ يعني اكون صريح معك، انا عملت قريبا من الامم المتحده ومؤسساتها في العراق لسنوات طويله. نعم. الامم المتحده يعني تعيش حاله من الازدواجيه طيله هذه الفتره في وجودها في العراق. الامم المتحده يفترض ان تساعد العراق في انتقاله نحو الديمقراطيه وتاسيس نظام سياسي مستقر. هذا هو الاساس من 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 من, من بعثه يونامي في العراق. طبعا يونامي دوما وابدا كانت مع حكومات التوافق بداعي الاستقرار السياسي. وعبر الزمن برعايه الامم المتحده وبرعايه امريكا وبرعايه ايران كانت حكومات التوافق تتشكل واحده تلو الاخرى. وتسجلها السفارات وتسجلها الامم المتحده على انها انجزت وشكلت حكومه، ولكنها كلها كانت حكومات توافق. حتى خطاب بلاس خارت اليوم مره تقول لابد من توافق الجميع، يعني وبالتالي اذا هي مع حكومه التوافق، ومره تقول ان التوافق والنظام المستمر هو النظام الذي سبب الفساد وسبب الازمه. فلنكن واضحين، هل انتم كدول مع التوافق ام مع نظام ديمقراطي صحيح؟ اول ملامحه ظهرت في مشروع الاغلبيه الوطني الذي طرحه السيد الصدر. اذا العراق المنظومه السياسيه العراقيه والتغير صار اخيرا على يد السيد الصدر ومجموعه انقاذ وطن كان متطور سياسيا افضل حتى من رؤيه الامم المتحده والسفارات. وكان متقدم بمشروع واضح وقوي، ووصل الى البرلمان وتوقف على 12 مستقل وداعمين هذا التغير للعراق، وضع يعني الخطوه الاولى على ناصيه الديمقراطيه. ولكن الذي اجهض هذا الحراك هو قرار المحكمه الاتحاديه الغير 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 سليم ام نقول، وموقف المستقلين هو الذي اجهض الامر، والا لكانت اللحمه العراقيه بتوليفه الصدر والسياده والكردستاني لكانوا قد ساروا باولى خطوه صحيحه نحو الديمقراطيه بتشكيل اغلبيه حاكمه واقليه معارضه. هذه الخطوه التي اجهضت لا تقف امامها لا الامم المتحده ولا السفارات، ويريدون عودة العراق من جديد للتوافق. إذا أنتم تريدون خلق حكومات لكن على حساب الفساد، ونقول لكم أن بعد 20 سنة هناك جيل
يكبر والجيل يعاني الحرمان، وهذه حكوماتكم التي ترعونها ترضي مكاتبكم الرئيسية عندما تبعثون تقارير لها تقول شكلنا واجتمعنا وقمنا وأنجزنا وشكلنا حكومة. فالمسؤول هناك يشكرك ويهيئ البلاس خارت ملف جاي بأفريقيا، ومن بعد أفريقيا يعطيها ملف آخر بأمريكا الجنوبية، فتكون سيدة بلاس خارت حافظت على وظيفتها بالأمم المتحدة وصارت بطل مثل أيام غسان اسمه غسان سلامة اللي خلق كوارث باسم المتحدة. يعني هؤلاء، يعني هؤلاء الذين نراهم ملائكة أيضا منغمسون في المصلحية المفروض سيدي. المفروض الأمم المتحدة يعني تلعب دور نوعا ما حيادي ملائكي، لكن أكو تناقض فاضل. يعني أكو تناقض اليوم دا نقرأ أستاذ رمضان، تقول تشكيل الحكومة فاعلة تعد الخطوة الأولى للخروج من الأزمة الحالية، أنا هنا كمواطن أقرأ تشكيل حكومة الإطار. طيب إيش قالت وراها؟ قالت إبقاء المنظومة كما هي سوف يتبي نتائج سلبية، يعني نصف العملية السياسية حلوين. وراها إيش قالت؟ قالت إقامة انتخابات جديدة في العراق يجب أن تسبقها ضمانات لدعمها من المجتمع الدولي. كوكتيل كل شيء ما افتهمنا منه. تخبط أخي، تخبط أستاذ، تخبط كبير. أقول لك الأمم المتحدة موظفين يبحثون عن دور يفعل، يعني أي دور أي كلام بالإنجليزي يسمى ربش، هذا كلام ربش، يعني كلام متخبط كلام مبعثر. أخي العزيز لابد من منهج. الأمم المتحدة المشكلة بدأت في العراق منذ 2003 بداية مشوهة. الأمم المتحدة يعني هذا وقت برنامجك ربما لا يسع لي مثل هذا، لكن لنفهم لنقيم ما هو دور الأمم المتحدة في العراق. الأمم المتحدة كانت تعمل لإدارة مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء. عندما تغير النظام كان بذمتها 22 مليار دولار. طلبوا منها الأمريكان والدكتور أحمد الشلبي أن يعيدوا هذا المبلغ أو يكشفوا عن أين هو. بعد جدل طويل أولا طلبوا من الأمريكان أن يحولوا أنفسهم إلى محتلين كي يمنحونهم هذا المبلغ ويكون لهم الشرعي. حول الأمريكان أنفسهم إلى محتلين لأخذ هذه المبالغ ومنحها كرواتب. هذا سبب تحول ترى أمريكا إلى عنوان محتلين. اثنين، تم البحث عن هذه المبالغ لم يتم الحصول إلا على 7 مليار فقط، و 14 مليار أخرى ضاعت لدى اليو أن كلاستر في عمان اللي لليوم ما حد يدري بيها وينها، راحت بين الموظفين المتحدة والشركات المتعاقدين وياها قبل سقوط النظام. وراحت 14 مليار دولار لليوم ما حد يدري بيها. 4 مليارات هي من الصفقات الفاسدة، يسوي عقد على أرقى نوع من العدس بس يروح بعدين يجهز أسوأ الأنواع من العدس، والفارق يعبره للنظام في ذاك الوقت النظام يكدس من الفلوس من قصر الجمهوري إلى يعني لقينا 4 مليار دولار. فالأمم المتحدة عندما صار التغيير تريد أن تبقي إدارة الملف العراقي، وكانت على صراع كبير مع الأمريكان على أن يبقى إدارة الملف العراقي بأيديهم، حتى نجح غسان سلامة في إقناع السيد أكمل عن غسان سلامة، أكمل فكرتك. غسان سلامة نجح في إقناع السيد السيستاني بتحريض على الأمريكان أنهم يكتبون دستور للعراق بدون إذن العراقيين، وهذه لم تكن الحقيقة. الدستور كان يكتب على أيادي عراقية مختصين في القانون والدستور من المستقلين تماما، الأمريكان فقط رعاة لهذا المشروع. لكن عندما أقنع السيس الثاني أن الدستور يكتب بأمريكا، السيس الثاني قال هذا لا يجوز، وبالتالي أوقف الأمريكان والعراقيين من كتابة دستور صحيح خالي من التجاذبات السياسية. أنت هنا تتكلم كشاهد نعم. وبالتالي صار سيستاني قال يتوقف هذا الدستور فورا ويتم يكتب الدستور بأيادي عراقية منتخبة. صارت اجت الايادي العراقيه المنتخبه وصارت الجمعيه الوطنيه، وهذا الدستور الذي انتجته نفس الدستور اللي كتبوه الايادي العراقيه غير المنتخبه المنتقات اللي كتبته بشكل سليم غير خاضع للتجاذبات السياسيه. غسان سلامه من حرق هذا المشروع وهو كان ممثلا للامم المتحده. وبالتالي الصراع بين الامم المتحده والامريكان في البدايه دفعنا هذا الثمن كله، ودفعنا كل هذا التشوه اللي اصاب العمليه السياسيه وكتابه الدستور والسياق. الأمريكان من وراها من صار هذا التدخل قعدوا بالخط الثالث
والأمم المتحدة قعدت بالخط الثاني، وأصبح السيد السيستاني مباشرة مسؤول عن رعاية العملية السياسية. ومنها السيد السيستاني بعدين اكتشف الخديعة أنه هذا الدستور كتب بما يناسب الأحزاب السياسية، وكان السلامة قريب من الأحزاب السياسية جميعا، خصوصا المعادية لأمريكا كجبهة ضد أمريكا. فالصراع السياسي للأمم المتحدة لم تكن محايدة في ذلك الوقت. وحتى اليوم الأمم المتحدة موظفين يعني يبحثون عن مكانتهم لدى موظفيهم لدى رؤسائهم في الخارج، يبحثون عن ملف آخر في أفريقيا، مرة يسلم مرة أمريكا الجنوبية. فهذا موظف يعني هذه التناقضات والزيارات المتبوكية لم تقدم شيء للعملية الديمقراطية في العراق نهائيا، بالعكس هي التي ساهمت في تخلق هذا النظام الديمقراطي المشوه شديدا. وبهذا أنا أخذ خلاصة من كلام حضرتك أروح بيها للأستاذ عمر الناصر. أستاذ عمر، دور الأمم المتحدة بحسب رؤية الأستاذ رمضان البدران سلبي أولا، ثانيا متخبط، ثالثا بعد هذا يعني الإسهاب في الشرح الذي قدمه السيد البدران ما عادت لإحاطة بلاسخارت من فائدة بصراحة. كلامها هواء يعني، إذا على كلام السيد البدران فكلامها إن لم يكن هواء فأكثره هواء، لا يجدي لا ينفع. إذا تذكر أستاذ أنس في لقاءات سابقة أنا ذكرت بأن مهمة السيدة بلاسخارت يعني أعتقد لم يعد العراق بحاجة لها، وأنا أعتقد وذكرت ذلك سابق بإمكانها الذهاب للتخلي عن مهمتها الحالية والذهاب إلى موضوع حماية القطط بدلا من التصريحات السياسية الغير منطقية. اليوم أنا أعتقد بأن أمن واستقرار العراق هو بات من الضروري جدا الالتفات إليه. لا يمكن استقرار العالم إذا لم يكن هنالك استقرار في العراق، لأن العراق هو أصبح من أهم ثلاث ملفات في العالم، الملف النووي الإيراني والملف العراقي بالإضافة إلى الملف الروسي الأوكراني، الذي بدأت تداعيات هذا الملف الأخير تظهر بصورة واقعية على أرض الواقع، ليس على العراق فحسب بل على جميع دول العالم. والدليل على ذلك أن كل أزمة سياسية نراها تكون بتجاذبات ما بين الدول المتصارعة. المحاور أصبحت اليوم هي جزء لا يتجزأ من عملية استقرار المنطقة. وأنا أعتقد وبقرارة نفسي أرى أن تمكين السيادة العراقية هو لا يأتي بمجرد حبر على ورق، وإنما يأتي عن طريق الذهاب إلى الحوارات النوعية والكف عن أن لا يكون القرار السياسي الداخلي في العراق هو يأتي من الخارج. لأننا اليوم نرى بأن حتى موضوع ضرب أقليم كردستان وأربيل قد جاء بسبب الخلافات الموجودة على أرض الواقع في دول بهذه المنطقة بالتحديد. وأنا أعتقد بأن المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون هنالك تمكين حقيقي للقرار الداخلي، وأن لا تذهب القوى السياسية إلى يعني قرارات غير رصينة، لأنها ربما سوف تكون الحكومة القادمة حكومة خائفة ولن تكون حكومة جريئة. وأنا لا أعتقد بأننا سوف يتحقق لنا جزء من المعادل السياسي النوعي الذي تحدثت به مرات عديدة في المرات السابقة. نعم، التمكين في وقتنا هذا أستاذ عمر الذي تكلمت عنه يبدو أنه الآن لا يأتي إلا بوجود جماعة مسلحة تحمي هذه الجهة السياسية. توافقني أم تخالفني في الرأي؟ عفوا أستاذ أنس لم أسمع سؤال. التمكين الذي تكلمت عنه، التمكين السياسي للجهات السياسية الداخلية، يبدو أنه في وضعنا هذا في وقتنا هذا لا يأتي إلا من خلال جهة سياسية لديها جهة عسكرية مسلحة تستطيع أن تمكنها. هذا ما يحدث في العراق، هذا ما نراه اليوم. يعني نحن قريبون من حكم ملوك الطوائف أمراء الحرب هكذا. الغير المسلح اليوم يمشي عاري الصدر.
دولة المؤسسات والمواطنة هي تكون بتضافر الجهود، والجميع يعلم بأن الأمم المتحدة وجميع دول العالم المتقدم هي تذهب إلى حكومة أغلبية وموالاة، وهذا هو المبدأ لم يكن عليه بعد عام 2003، بل ذهبت جميع القوى السياسية إلى أن يكون هنالك بناء حقيقي لشكل النظام السياسي على مبدأ التوافقية تارة وبدعة الشراكة السياسية، وبالإضافة إلى المحاصصة الطائفية التي ضربت أدق مفاصل الدولة العراقية. نحن اليوم بدأنا نستشعر بأن تمكين مثل هذا القرار لا يأتي بحلول واقعية ونوعية تنبع من العمق العراقي، بل إنها دائما ما تأتينا الحلول من الخارج، ودائما ما تأتينا الحلول بعد محاض عسير، وربما يكون هنالك فاعل إقليمي أو دولي ووسيط إقليمي أو دولي يذهب إلى حل هذه الأزمة السياسية. بقرارة نفسي أرى تفعيل دور الوسيط الذي هو بات من الضروري جدا أن يكون في الأيام المقبلة، هو الصولجان الذي نتكئ عليه وتذهب إليه الكتل السياسية لتفعيل الحوارات الناجعة وتذويب الأزمات وتكسير الجليد ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وأنا ذكرت ذلك فيما سبق بأن هنالك بعض الشخصيات السياسية التي هي من داخل العملية السياسية ومن خارجها، على سبيل المثال السيد مسعود بارزاني الذي ذكرته في أكثر من لقاء بأنه يستطيع أن يحل أحجية الانسداد السياسي على اعتبار بأن لديه المقبولية والاعتدال من قبل جميع الكتل السياسية، أو ربما الذهاب إلى الدكتور أياد علاوي أو بعض الشخصيات الأخرى برعاية مجتمعية من قبل بعض القوى السياسية من أجل أن يكون هنالك مشهد سياسي مرضي للجميع، حتى لا ينزلق العراق إلى ما لا يحمد عقباه وتكون العملية السياسية في قاب قوسين أدنى من الانهيار. نعم، الوسطاء ربما ينجحون عندما لا يكون هنالك تعنت كبير، الدعوات، المبادرات السابقة التي أطلقت لم تأتي بفائدة. لكن أستاذ رمضان، ما طرح السيد الناصر جدير بالاهتمام، الوسطاء، الوسيط الداخلي أفضل لو الضغط الخارجي أنجع أقوى، ومنه تعتقد اليوم هو اللي راح يقدر يحرك هذا المشهد اللي لا الإطار بي مشكل حكومته ولا التيار بي موقف سعي الإطار من أجل أن يشكلها؟ طبعا دوما وأبدا الداخل أفضل من الخارج، لأن الداخل مسؤول ويتصرف بشكل مسؤول ويعي مسؤول. المشكلة أن المرحلة السابقة استهلكت كل قوى التأثير الداخلي على المشهد السياسي، وخصوصا مرجعية النجف. يعني المرجعية كانت لها تدخل واقتراب من المشهد السياسي، وهي يعني تنتمي إلى مدرسة مهمة، هي مدرسة ولاية الأمة التي تؤمن بأن الأمة ولية على نفسها، تؤمن بالدولة الديمقراطية، تؤمن بالدولة المدنية، تؤمن بالنصح والإرشاد إلى الحاكم دون الفرض الأمر عليه. يعني مرجعية النجف مرجعية طبعا نقول ابن طاووس، هي مرجعية متقدمة جدا بين كل الأديان، ليس الدين الإسلامي فقط، في التعاطي مع مفاهيم الدولة الديمقراطية والدولة المدنية. لكن المشكلة أن ليست لديها سلطة، وثبتت أن هذه الأحزاب والميليشيات ليست لديها أي أجندة سوى مصالحها الخاصة، وربما بعض الميليشيات تجاوزت حتى المطلوب منها خارجيا. واليوم بعض الميليشيات اللي محسوبة على إيران أو على غيرها، في الحقيقة لو وضعت على المحك سوف تضرب إيران بعرض الحائط أمام مصالحها. وبالتالي أصبحت لدينا الآن مافيات وميليشيات هي متغولة بحد ذاتها في الدولة، وتعتبر أن الدولة مختطفة وبين مخالبها، ولا سوف لن تتنازل عن هذه الرهينة مهما كلف الأمر. العراق وصل إلى هذه المرحلة، هو رهينة مخالب ميليشيات وقوى ومافيات. هذا الحال هو نفسه في أمريكا الجنوبية، لكن فارق في أمريكا الجنوبية الحكومات قائمة، ولكن من يحكم الواقع هو الميليشيات والمافيات وعصابات المخدرات وغيرها. العراق يقترب من هذا، ولكن الفارق الخطير في العراق أن العراق فيه تدفق مال كبير من النفط والمال العام
فيه سوق كبيرة 40 مليون، فيه تنوع، فيه يعني كثير من الأمور الخصبة لترعرع هذه الميليشيات وتشبثها بالمصالح على عكس لبنان مثلا. وبالتالي أنا أعتقد الوضع الداخلي يحتاج إلى يعني من الداخل أن يتم الإصلاح، ولكن أيضا نقول من تسمع له كلمة في ظل ميليشيات وقوى لا ترى إلا مصالحها، وحتى اتكاءها على الخارج واتكاء شكلي ليس إلا مكمل شكلي شرعي لا أكثر، مصالحها الخاصة كمافيات وكميليشيات هو الذي يتقدم على كل ارتباط آخر. إن العراق دولة ومؤسسة مختلطة. أضيف إلى هذا قضية مهمة أود التعريج عليها، لو أجرينا مسح على واقع الدولة العراقية اليوم ماذا بقي من الدولة العراقية في نظام ديمقراطي؟ مجالس النواحي والأقضية والمحافظات تم حلها من قبل مجلس النواب، وفقدت أي منصات احتكاك بين المواطن والسلطة في المحافظات والأقضية، بقي بس المحافظ. والله سيأتي يوم المحافظ كلهم يهربون بين المحافظات ويجلسون في بغداد لأنه ما حد يحميهم، ولا أكو بينهم وبين المواطنين أي كشن أو أي وسادة تنظم هذه العلاقة. لذلك العراق فقد النظام، القوى الأمنية مواقفة على الحياد، قوى القضاء تريد إلا نصوص على طريقة مجلس قيادة الثورة، تعال اكتب لي نص وأنا أنفذك قاضي. طيب. ما أريد أبتدأ ولا أتحمل أي مسؤولية. القضاء تجرد، القوى الأمنية تجردت، المجالس الدستورية الديمقراطية كلها حلت، ما باقي عندنا بس مجلس النواب. يا أخي إذا راح العراق فعلا انتهى كمؤسسة، كمؤسسة ما إلى أي ملعب، فقد كل شيء. وهنا نعم. الخطورة. نعم، أشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ رمضان البدران، كنت معي عبر سكايب. شكرا أيضا للباحث في الشأن السياسي الأستاذ عمر الناصر، كنت معنا من استوديوهاتنا في بغداد. شكرا لكم مشاهدينا، ننوه بأن حق الرد مكفول، حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحفظه.